الكويت هي من حواضر السودان. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا. أنا درست في هذه المدرسة وعلى ما أذكر في يعني هذا كان تقريبا يعني في السنوات الأولى من السبعينات تقريبا 72 وكان فيها ما زال بقايا للداخلية المدرسة الداخلية. الداخلية هي يدرس فيها يعني هو عبارة عن سكن داخلي تقدم فيه يعني سكن يسكن الطلاب ويقدم لهم فيهم الأكل والمسكن طبعا وديل الطلاب اللي كان أصلا جايين من مناطق بعيدة يعني ليس قريبة يعني. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى لا ندرس في الداخلية. الداخلية هذه يدرسوها أبناء اللي جايين من القرى واللي جايين من المناطق البعيدة ويدرسوا هنا يعني حتى في بعض من يعني حتى اللي جايين من جنوب السودان في بعضهم منهم يدرسوا في هذه المدرسة. ده كان ما يتعلق بال فترة الدراسة وهذه نحن بدينا طبعا كان السلم التعليمي الجديد في زمن نمير اللي هو كان 6 سنوات قرأنا من الصف الأول وحتى الصف السادس وطبعا كانت فترة مليئة مليئة بالمرح ومليئة بالمتعة يعني إنك تدرس ويعني مع مجموعة من أبناء البلد ومن أبناء بعض القرى القريبة مننا يعني اللي كان بيجوا يعني راجلين بيجوا يقولوا يمشيًا إجوا هذه المدرسة وما زالت هذه الذكريات كأنها اليوم يعني أنا أتذكر هذه الفترة ومعظم الأصدقاء اللي ما زالوا معانا أصدقاء هذه الصداقات تكونت في هذه المرحلة إذا كان من أبناء البلدة والله إذا كان من أبناء القرى الحوالينا وطبعا الإنسان لا ينسى أبدا الأساتذة في هذه المرحلة كانوا يقومون بأدوار تربوية يعني عالية وغالية جدا ولم يكن التعليم مقتصرا على الدراسة فقط وإنما كانت هنالك التربية كانت هنالك الرياضة كان هنالك الأدب كانت هنالك الأنشطة المصاحبة يعني كانت الاحتفالات التي تقام في المناسبات المختلفة الاستقلال عيد العلم والأعياد الثانية اللي كانت جات في يعني في كانت في كان يحتفل بها في تلك الفترة. أتذكر نحن من ضمن الأعياد التي كانت أضيفت إلى عيد العلم وعيد الاستقلال كان عيد الوحدة وده طبعا كان بمناسبة اتفاقية الوحدة اللي عملها نميري مع حركة أنانيا في الجنوب وهذه طبعا يسموها اتفاقية أديس أبابا وكانت في يوم 3/3 كان يحتفل بها دائما كل يوم 3 مارس وزي ما ذكرت انه هؤلاء المدرسين واول المعلمين كانوا يعلموننا فعلا كل شيء يعني ولا زلت من الذين اذكرهم انا اذكر اسماء عديدة جدا ولكن اذكر جيدا استاذنا الرشيد عثمان حسين متعه الله بالصحة والعافية. أستاذ الرشيد هو الذي زرع في فيني يعني بذرة الصحافة فأذكر في ذلك العام ونحن في الصف الثالث الابتدائي هو يعني جمعنا وعملنا مجلة حائطية يعني أو جريدة حائطية في كما بتعرف يعني الناس بتعرف في ذلك الزمان من ضمن الأنشطة اللي كانت في المدارس فاتكتبت بعض الموضوعات ووقعت بأسمائنا
فكان يعني هذا كان له وقعه الكبير جدا. ومن ذلك الوقت أنا فكرت في أنه لا أنا إن شاء الله سأكون صحفيا يعني. وأصلا كان عندنا كان من ضمن الأناشيد يعني كان في نشيد بيقول يعني النشيد أو المحفوظة أو القصيدة عن ماذا تريد أن عندما تغدو كبيرة. فيعني فيها مهن كثيرة جدا ومن بينها صحافيا شهيرة. فأنا يعني ما زلت أتذكر هذا النشيد وما زلت أتذكر ما فعله يعني الفعل الجميل اللي عمله الأستاذ مر رشيد. ونذكر أسماء كثيرة جدا من الأساتذة يعني. وأذكر أستاذنا حسن الدود عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان يدرسنا التربية الإسلامية وكان خطه جميلا يعني عندما يكتب الآية أو الأحاديث. أيضا تعلمنا منه جمال الخط والدقة والحزم. يعني كان لابد أن نحفظ الآية وبسرعة أو نحفظ السورة بسرعة حتى يعني لا نعاقب. أذكر أيضا من الأساتذة الكرام أستاذنا صلاة على الخليفة. وهي قائمة طويلة جدا يعني طبعا ممكن أذكرهم واحد واحد لكن فليمثلهم هؤلاء الثلاثة يعني. فهذه كانت فترة المرحلة الابتدائية. وهذه مرحلة الصداقات، مرحلة كرة القدم، مرحلة المسرح. التمثيل، نحن مثلنا مسرحيات في داخل المدرسة كثيرة جدا. وأيضا هذا كان نوع من يعني نوع من التعليم نفسه يعني تعلم. كان نحن يعني طلب مننا أن نرعى بعض الأشجار اللي يعني زرعت في المدرسة. أيضا هذا كان نوع من التعليم. نحن في مرحلة من المراحل منطقتنا منطقة زراعية، شاركنا في جني القطن. يعني أيضا هذا كان نوع من التعليم لأنه في هذه الفترة لم يعني يأتوا بالعمال الكافين لحصاد القطن. فأخذ الطلاب يعني أخذنا نحن من المدرسة الابتدائية ويعني كنا نساهم. هذا كان مساهمة جيدة جدا. دي كانت المرحلة الابتدائية زي ما قلت كوننا فيها صداقات. يعني أذكر في يعني أسماء كثيرة جدا اللي نحن أصدقائنا واستمرت هذا اليوم. أذكر الصديق المرض الضوء كان معانا في الصف. وأذكر معانا سعد الأمين مبشر. وأذكر معانا يعني في الصف الثاني نحن كان صفين أوائل محمد سعد الرفاعي. وهذه الصداقات استمرت وما زالت مستمرة حتى الآن. وكثيرين كثيرين جدا يعني تعايشنا في هذه المرحلة يعني مرحلة الفترة الابتدائية. البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاويا ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاويا. البلد المعف منك اثنين والناس كلها مساوية لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك وانا شايفك من اجمل زاويه.